جرافيتي هول واتبقى معانا جزء صغير بس عايزين نتكلم عليه النهارده. الجرافيتي هول يا شباب لو اللي انا شرحته السكشن اللي فات لو كانت بيقول لك نيجليكت الرفنس ما بين التربه والحيطه يعني الدلتا ايكوال زيرو، ساعتها قلنا ان احنا نشتغل برانكن وعرفنا باخد وزن السويل معايا واخد وزن الحيطه اللي هي اصلا مدياها اتزانها وبكمل الديزاين بتاعي. انما لو جات لك المساله هي مثلا سؤال السيكشن اللي فات فاي سويل بيقول لك ان الدلتا بتساوي قيمه، ساعتها لازم استخدم كولوم. الملاحظتين الوحيدين اللي انا هقولهم لك في كولوم ان انت مش هتاخد معاك اوزان التربه، وزن التربه مش هيتحسب معاك لان كولوم اصلا مبني نظريته على ايه؟ على ويدج ستابيليتي، هو واخد في اعتباره الويدج اللي نفسه يقع وعامل له اتزان، يعني هي الحته اللي هناك اهي هو الراجل درس حاجه بالمنظر ده، كتله معينه عايزه تقع واخد في اعتباره الوزن واخد في اعتباره رد الفعل اللي هنا، فجاب منهم قيمه الدي اي جابها. فانت في حاله كولوم مش هتيجي وهتحسب اي وزن، مش هتطلع بخط راسي كده وتقول الوزن اللي عندي بقيمه، غلط. كولوم هو عارف الوزن ده بكام وجاب بدلالته قيمه الايرث بريشر، فعرف يطلع حاجات بالمنظر ده. لو رسمنا الايرث بريشر على الحيطه قلنا بطلع عمودي على الحيطه واطلع العمودي ده بزاويه دلتا، تمام، وقلنا بنرسم الايرث بريشر بتاعي هذا ستريس، تمام، وقلنا بنقسمه هيبقى عندي هنا هو اي واحد وده بنقسم بنيجي من عند الخط ده وبنعمل كده اي 2 واي 3 اي واحد هتساوي ايه؟ لو دي اي واحد هتساوي نص اي 2 في الاتش واحد الارتفاع ده، اي 2 هتساوي ايه؟ اي 2 هتساوي ايه؟ ايوه ده هتبقى عباره كام في كام؟ اي 2 في اتش 2. طب اي 3 نص نص اتش 2 في اي 3 ناقص اي 2، لو الخط الدوتن ده يا شباب يبقى موازي للحيطه، تمام. طيب وهيبقى عندي مثلث ميه عمودي على الحيطه، مثلث الميه اهو اي ووتر، وهتجيب لي هنا اهو اي ووتر، تمام. وعندك مثلث ميه الناحيه الثانيه وقلنا ان انا بعمل البازل اهو. ايوه هو اي 2 في 2 اتش 2 دي ايه؟ مايله ولا مايله؟ لا راسيه. في حسابات كولوم قلنا ان انا بتعامل كله مع الراس. هو المستطيل ده ابعاده ده طول يعني ابعاد الشكل الترابيزويدال ده طول في العمود على طول. تمام؟ طيب نكمل. فهبتدي اقسم، انا دلوقتي ما عنديش اي اوزان، بس ما تنساش ان الاوزان الرأسية اللي عندك، فين الاوزان اللي مديالك استابيليتي؟ تمسك كل فورس من دول وتحولها لتو كومبوننت. اي واحد فيرتيكال، اي واحد هوريزونتال. اي 2 فيرتيكال، اي 2 هوريزونتال، تعرف تحدد الزوايا. نفس الحكاية هنا. اي 3 هوريزونتال واي 3 فيرتيكال، اي ووتر واحد هوريزونتال، اي ووتر واحد فيرتيكال. تمام؟ كل الفيرتيكال فورسز هتعتبرها ستابلايزنج فورس، قوة مادية للحيطة اتزان، هتبقى ايه هي القوة دي؟ اي واحد فيرتيكال، اي 2 فيرتيكال، اي 3 فيرتيكال، واي ووتر فيرتيكال. في ايه تاني؟ في حاجه تاني ولا لا؟ ما تنساش وزن الحيطه طبعا، ده هو اللي مديها اتزانها الاساسي. ده بيقول بس في حاجه تاني راسيه؟ في حاجه راسيه تاني ولا لا؟
قلنا وزن السويد اوعى تاخده. كولوم بيقول لك ما تاخدش في اعتبارك وزن السويد، واخده اصلا انت في حسابات الاي فيرتيكال. في حاجه تاني هي اوعى تنسى الاب ليفت، وهتبقى قيمته بالسالب اند نيجاتيف اليو دي. دي كل الفورسز الرئيسيه قلنا بناخدها بالموجب والسالب، وهي اللي بتديني الاتزان. تمام. طيب ايه الفورسز الافقيه اللي هتعتبر الاكتنج فورس؟ اي واحد هوريزونتال، اي اثنين هوريزونتال، اي ثلاثه هوريزونتال، وعندنا اي ووتر واحد هوريزونتال وسالب الاي ووتر اثنين. صح. هذه كل الفورسز الافقيه. باجي اعمل تشيك على السلايدنج، وانا السلايدنج عباره عن ايه؟ الريزيستنج فورس على الاكتنج فورس. فين الريزيستنج فورس؟ هما دول، ناخد مجموعهم زائد الدبليو. انا اسف، فين الريزيستنج فورس؟ هناخد كل الفورسز دي مجموعهم معاك الدبليو ناقص اليو، واعمل فيهم ايه؟ دول فيرتيكال، هتضربهم في الميو، وعامل احتكاك ما بين الحيطه والتربه. اللي هو انا قلت لك ساعات، خلي بالك ساعات هو يقول لك الميو كذا. في المساله بتاعتنا الميو دي هتساوي ايه؟ في حاله ان هو يكون بيقول لك ان الدلتا بقيمه، هتساوي ايه الميو؟ تاني الدلتا، ما تقوليش ليه تاني تلتين الفاي. هو بيقول لك الدلتا بكذا، ما تجيش تقول والله هضرب في الميو اللي هي تان تلتين الفاي. غلط، هو بيقول لك ان الدلتا بكذا، خلاص هي اللي انا استخدمتها. تمام. ودي تاني ملاحظه، يبقى في كولوم لو هتستخدم كولوم ما بتحسبش اوزان التربه، ولما تيجي تحسب السلايدنج فورس بتضرب في تان الدلتا، ما تضربش في تان تلتين الفاي. تمام. طيب فين السلايدنج فورس بقى؟ فين الفورسز اللي عايزه توقع على الحيطه؟ هجمع كل الهوريزونتال فورسز دي بالموجب والسالب وحدد الفاكتور اوف سيفتي. تمام. طب في الاوفر تيرنينج اكون عامل جدول، كل فورس من دول ليها دراع العزل، كل اللي فوق بيديك ستابيليتي، كل اللي تحت بيعمل لك اوفر تيرنينج. وفي السلايدنج عرفنا بنعمل فيه. تمام. حلو. فده كده لو كان كله. لو طلعت اي حاجه انسيف في الاوفرول ستابيليتي، اول حاجه لو طلع انسيف في السلايدنج عندك ثلاث حلول ممكن تحل بيها المشكله دي. انت المساله عاده ده اللي بيقول لك بيجي عاده المساله بتيجي بابعاد، بيقول لك اعمل تشيك على الحيطه دي، فانت بتقول يا سيف يا انسيف، ما ترجعش وتقعد تحسب. بعد كده بيقول لك طب لو انسيف في حاجه ايه الحل؟ احلها ازاي عشان تبقى سيف؟ فلو هي انسيف في السلايدنج عندك ثلاث حلول، يا اما تعمل سويل ريبليسمنت للتربه اللي تحت الحيطه هنا، التربه اللي انت ردمت بيها هنا دي، التربه اللي هنا دي اعمل لها سويل ريبليسمنت، غيرها بحيث ان يكون ليها معامل احتكاك اعلى شويه، ميو اعلى اهو في مكان هنا مش الاول، بحيث ان انا يبقى عندي ميو اعلى فتديني شيرنج ريزيستنس اعلى. كويس. بعد كده يا اما ازود البي، حل تاني ان انا ازود البيز اللي هنا، فلما هزود البيز هبتدي اخد وزن من الحيطه اكتر، ولو انا شغال برانكن هتبتدي اخد وزن من التربه اكتر. ده غير ان البي لو هي سي سويل بيبتدي يزيد لي الادهيجن ريزيستنس ما بين السطحين. ده حل تاني. حل تالت ان انا ببتدي استخدم حاجه اسمها كي. الكي ده زي ما انا قلت لك ان الحيطه دي بتتنفذ ان سيتيو، ويبقى هو الجزء الوحيد يعتبر المسلح في المنشا ده. بيبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن حيطه صغيره كده بيتحدد العمق بتاعها على حسب الديزاين، بحيث ان هو لما بتيجي الحيطه تتحرك كده بعتمد على الباسيف ريزيستنس اللي ممكن يتكون في الحيطه دي. ممكن تحطه في مكانين، يا اما عند اخر الحيطه هنا، يا اما في نص الحيطه، وفي نص الحيطه هو الاحسن عشان لو جه حد حفر هنا ما تغيرلكش الباسيف ريزيستنس بتاعتك. تمام. طيب ده انت بتقول كده هي حته نظري، انت لازم تكون عارفها وكاتبها لك في الورق وشارحها لك بالرسومات. طيب لو هي انسيف في الاوفر تيرنينج عندك حلين، بيقول لك زود ابعاد الحيطه. خلي بالك زي ما قلت لك، انت اول حاجه في الحيطه انت بتفرض ابعاد، بعد كده بترجع تعمل عليها تشيك الابعاد دي انت بتحتاجها عشان تحدد وزن الحيطه اصلا.
فبيقول لك زود الابعاد، وليكن افضل بعد تزوده هنا هو البي. لما هتزود البي هتزود الوزن اللي هنا كويس، وكمان هتزود الارم بتاع القوه. لما تزود البي وزن القوه الرأسية دي كلها البعد بتاعها الارم بتاعها عن نقطه التو هيزيد، ومنها هتزيد الريزيستنس بتاعت الاستابلايزنج مومنت. بعد كده يا اما بيقول لك اعمل سير ريبليسمنت للتربه اللي انت هتردم بيها هنا. لو انت رادم بتربه ما كنتش عامل لها كومباكشن كويس، ما دمجتهاش كويس، هتلاقي ان هي ليها ايرث بريشر عالي. فبيقول لك لا، امسك التربه اللي هتردم بيها هنا اهو، عليها شويه، خليها تربه وليكن اجريجيت تربه الزلط مثلا، الفاي بتاعته عاليه، فمنها هتزيد الفاي وتقل الاكتيف ايرث بريشر، فاصلا الهوريزونتال فورسز هتقل. تمام؟ لو هي انسيف في البيرنج زود البي، ده الحل الوحيد اللي قدامك. لو هي في البيرنج انسيف زود البي. خلي بالك الملاحظه هنا هي دي مش عليك، بس دي ملاحظه ظريفه يعني. لو الحته طلعت انسيف في الاوفر تيرنينج، انت كنت عملت تشيك سلايدنج طلع سيف، عملت في الاوفر تيرنينج تشيك وطلعت انسيف، يعني ايه انسيف؟ زي ما زميلك بعمل دلوقتي، الحيطه بالمنظر ده عامله كده، الحيطه هي اهي، وطلع شكل الاستريسز اللي هيكون متوزع حاجه بالمنظر ده، الحيطه حصل لها تلتنج، في جزء من الحيطه عالي عن الارض، ده انسيف. المفروض لو انا بعمل تشيك، المفروض بس ده مش عليك يعني، لو جيت دي قابلتك في الشغل بقى، المفروض انت بتعمل تشيك ترجع وتعمل شيء كمان على ايه؟ على سلايد. ليه؟ الاحتكاك قل. بالظبط، لان الطول اللي هنا قل. لو طلعت انسيف في الاوفر تيرنينج لازم ترجع كمان تشوف السلايدنج، لانه كمان هيطلع هو كمان انسيف. لان الاريا ذات نفسها اتغيرت قلت. عشان انا سايب في البيرنج ان انا ازود البي. الايه؟ انا سايف البيرنج ده، ان انا مش بيرنج، انا بتكلم على لو هي انسيف في الاوفر تيرنينج. المفروض الاصح لو طلعت انسيف في الاوفر تيرنينج ترجع كمان وتشوف السلايدنج تاني الموضوع فيه عامل ازاي. بس هو في السلايدنج المعادلات مش واخده في اعتبارها التول بتاع يعني التول بتاع الفريكشن الايه؟ لا، واخد في الادهيجن، بتاخد في الادهيجن. تمام؟ طيب فالمفروض انا بقول لك يعني ان انت في السلايدنج كمان الاريا كونتاكت اريا دي اختلفت، فالموضوع هيختلف كمان في السلايدنج، ده المفروض انت تعمله يعني، بس مش علينا، مش موضوعنا دلوقتي. انما لو هي انسيف في البي خلاص هنزود البي. المهم طيب، دي كان بس حاجتين نظري كنت عايزين ايه نتكلم عليهم في الجرافيتي وول. نتكلم على الكانتليفر وول. في الكانتليفر وول يا شباب، اول ملاحظه تخلي بالك منها ان انا مش هشتغل غير على رانك. حتى لو المساله دي مساله رقم 2 بي 3 بي في الشيت، لو جيت في المساله دي وقلت لك الدلتا بتساوي 20 مثلا، اي حاجه، حتى وانا مديك دلتا هتستخدم رانك. حد يقدر يقول لي ليه؟ ليه؟ ايوه، ما انت قلت ليه بقى؟ ليه بقى؟ حد يجاوب. قول السؤال تاني. بص، اتفقنا يا شباب ان في الكانتليفر وول هي بتاخد الالتزام بتاعها من وزن التربه اللي فوقيها. هنا الوزن الالتزام كان بيجي من وزن الحيطه بلوك خرسانه. هنا الوزن الاساسي بيجي، او الالتزام بتاع الحيطه ده الاساسي بيجي من وزن التربه اللي فوق الهيل. بنسمي الجزء ده، الجزء الكانتليفر ده بنسميه الستيم. بنسمي الجزء اللي طالع من هنا ده التو. وبنسمي الجزء اللي هنا ده الهيل، هو المين استابيليتي بار، هو ده الجزء اللي بيدي الاتزان. بيدي اتزان من فين؟ من وزن التربه اللي هنا. فانا بقول لك الحيطه دي لو انا مديك دلتا، بقول لك الدلتا بكذا تستخدم رانكن، او مديك الميو بتساوي كذا تستخدم رانكن. ليه؟ ده السؤال. هو البلوك ده سائل على الهيل، فمش مش هينزل، فمش هيعمل فريكشن على ال. لا، هو في فريكشن، هو في فريكشن، بس ليه الافضل نستخدم رانك؟ الفريكشن ده مش بيتولد عشان الحيطه بتنزل، الفريكشن ده بيتولد عشان الحيطه بتتحرك.
عن الوزن اللي عليها، فبيبتدي يحصل ان التربه تنزل والحتت تبعد كده، فبتبتدي فريكشن، مش خاطر الحتت تنزل فهو بيتولد فريكشن، لا عشان احنا والسويل ما لازم ناخدها في الاعتبار، عشان هناخد السويل لازم في الاعتبار بالظبط. انت علشان خاطر تستخدم كولوم هتحمل وزن السويل صح ولا ايه؟ فمش هتعرف تحسبه معاك. بس في الحقيقه المفروض تحلها ازاي؟ يعني انت في كولوم ادي نفس الرسمه دي، لا عشان بس تكون فاهم هو ليه صعوبه كولوم. انت المفروض قلنا وزن جزء من التربه دي مش هينزل، مش هيشتغل معاك. هنا هو كان رانك بيقول لك اطلع بخط راس لفوق والوزن ده خده معاك مع الهوريزونتال فورس يديك اللاترال ريزلت. كولوم قال لك لا انا بعمل ويدج ستابيليتي. فعلشان انت لو انا جيت لك في المساله دي دلتا، تعالى بقى اقول لك بقى الاصح، ده اصح حاجه المفروض تتعمل. لو جبت لك في المساله دي دلتا، انت عارف ان الاتزان جاي من ايه يا شباب؟ من الوزن ده. فما ينفعش تطلع بخط راسي كده وتقول والله دي الحته الجايه، طب الوزن ده فين؟ فالاصح المفروض نعمل ايه؟ اتفقت معاك ان الحته دي الكنتيفر هيتحرك كده صح؟ ففي اكتف ايرث بريشر هيتكون هنا، بس هيتكون لوجه معين. الوجه ده زاويته كام؟ كنت شايفها في الجرافيتي في الجنرال، ها؟ بالظبط، قلنا ان الزاويه دي 45 تقريبا زائد فاي على 2، هي دي الكتله اللي هتعمل لي ايرث بريشر مايل على العمود على الحيطه بزاويه دلتا. هي دي بس الكتله اللي نفسها تقع. صح ولا ايه؟ اكوردنج لكولوم هي دي بس الكتله اللي نفسها تقع. انما باقي الكتله دي مالها؟ هي دي اللي مديها الاتزان. فالاصح لو هي جات لك بكولوم وانت المفروض يعني لو قلت لك دلتا ده الاصح لازم يتعمل، بس احنا مش هنعمل كده. الاصح تعمل ايه؟ تعرف الويدج اوف فيلير ده بكام؟ الثيتا دي بكام؟ ومنها هي دي الكتله اللي نفسها تقع، وهي دي اللي هتجيب لي ايرث بريشر. اي هيبقى ليه فيرتيكال واي هوريزونتال. الهوريزونتال هي اللي هتعمل لي الاستابيليتي. انما باقي الكتله اللي هنا دي كلها دي خلاص مديها التزام محسوبه معايا كوزن ودخلها معايا في حساباتي. ده المفروض يحصل. احنا مش هنخش في الكلكعه دي كلها، لا، وهنعتبر على طول انا هشتغل حتى لو مديك دلتا برانك. وتخلي بالك ما تنساش ان رانكن بيديك هوريزونتال ايرث بريشر اكبر، فاهمني؟ فانا مور كونسرفاتيف اني هاو يعني. فانا بفهمك الصح وايه اللي احنا هنعمله في اول والاخير. فهي لو جات لك كانتليفر احنا على طول هنشتغل بايه؟ هنشتغل برانكن. بس حتى لو اديتك دلتا الاصح ان انا اشوف الفيلير ويدج اللي نفسه يقع، هو دي الكتله اللي انا مش هاخدها معايا في الاعتبار في الحسابات، انما باقي الكتله هي اللي هتخش معايا في الحسابات عادي جدا. بس انا مش هعمل كل ده، بس انا بفهمك كده. طيب فحتى لو المساله دي جيت وقلت لك الدلتا بكذا تشتغل برانكن، طب الدلتا دي هتفرق معاك في ايه بقى؟ وانا بعمل بالظبط في السلايدنج ما تقوليش ان تان الفاي او تان تلتين الفاي هي دي الميو، لا، الميو هتبقى تان الدلتا اللي انا مديها. ساعات المساعد احيانا يجي يقول لك ما يقولكش دلتا كده، يقول لك الميو كذا. خلاص يبقى برضه ما تقوليش ان تان تلتين الفاي هي دي الميو، لا، خد تان الدلتا دي كلها بالميو اللي انا مديها. تخلي بالك من الحاجات البسيطه دي عشان ما تنقصش درجات على الفاضي. طيب الحته دي هو جاي مديها لك من غير ابعاد، بس بيقول لك ان الهايت ده 8 اكوردنج للايجيبشن كود، وكاتبها لك في الورق وفي المحاضره. بتبتدي تفرض انت ابعاد الحته دي، بيقول لك والله انا عايز 2 وهيل وستيم. فبتقول لك والله تقدر تفرض ابعاد التوب قد ايه، وابعاد الهيل بقد ايه، وابعاد الستيم بايه. اخر مساله في الشيت جايبها لك الحيطه ال سيكشن كده بالظبط، يعني بيقول لك مش عايز تو، خلاص حلها وحدد الابعاد دي برضو اكوردنج للكود، واعمل تشيك ان سيت، زود بعد دي شويه بس ما تطلعليش تو كان في جار هنا ولا حاجه. تمام. بس فاحنا فرضنا الابعاد، فرضنا البي ب 4.7، فرضنا جزء التو ب 1.2، وفرضنا السمك بتاع الحيطه ب 0.8. انت عايز صفر ده اي حاجه تاني مفيش اي مشكله. تمام. انا قلت لك هي ابعاد انت بتفرضها وبترجع تعمل تشيك سيف ولا انسيف. ولو انسيف شفنا احنا بنعمل ايه. طيب فبكل بساطه خلاص حددت الابعاد، ابتديت اشوف الاكتين فورس. خلاص انا ما عنديش غير وزن سويل هنا ووزن الخرسانه ذات نفسها. خلي بالك ان انا هتعامل مع خرسانه مسلحه، فالار سي
الجاما ار سي هتبقى باتنين ونص تمام. فانا هشتغل برانكين من دين الفاي ب 33 طلع تركيا اكتف وبوينت 295 احدد الهوريزونتال ستريس كويس ومنها احدد الهوريزونتال فورس هي تبقى فورس واحده بس تمام. واقدر احدد كل الفورس دي اي واحد هي دي وكل الاوزان دي دبليو 2 بس هشتغل بالجاما اللي هو مديها لي 1.6 دبليو 1 ودبليو 3 دي جاما ار سي هشتغل بيها عادي واقدر احدد الارم بتاعهم من نقطه التو. ملاحظه لو جيت وحطيت لك ميه هنا طبعا دي مش مسالتنا هنا بس بقول لك لو جيت حطيت لك ميه هنا هو وليكن والميه الثانيه وليكن هنا ودي ارم ميه فوق هنا وميه في الناحيه الثانيه في الداون ستريم في الليفل ده ايه اللي هيفرق؟ هنخليها الميه هنا كده. اول حاجه الوزن اللي انت هتحسبه سواء هنا فبقيت ان انا هحسب اوزان كمان هنا وهنا بس لما اعمل ديزاين حلو الوزن اللي هحسبه هنا اهو جاما اباف الاتش ده جاما بيلو ساتوريتد ولا سبميرجد هحسب الاوزان لجاما ساتوريتد يبقى هاخد الوزن اللي فوق في الاتش والوزن اللي تحت جاما ساتوريتد في الاتش دي كل الاوزان اللي بتاكت معايا بتديني ستابيليتي وهيبقى عندي مثلث ميه هنا كويس وهنا هيبقى عندي مثلث ميه الناحيه الثانيه. ما تنساش كمان الابليفت هتاخد معاك في حساباتك الابليفت اللي هو هيبقى ضغط كبير هنا اهو وضغط قليل هنا ليه جاما ساتوريتد انت عايزها ايه؟ طيب واحدة احنا اتفقنا انت لو اخدت الوزن هنا ساتوريتد انا فاهمك الحدوته كلها ايه عند الحيطه هي اهي دي في ميه هنا وفي ميه هنا كويس. طيب الحيطه دي عليها ابليفت صح وفيها وزن وزن التربه عليه كله ادي حيطه عاديه اهي بوزن التربه اهي. لو انت حسبت الاوزان دي ساتوريتد حسبت كل الكتله اللي هنا ساتوريتد خد معاك الابليفت لازم يحصل اتزان لازم الضغط هنا يكوالايز بالضغط من هنا لازم تمام. لو انت حسبت الاوزان دي كلها ساتوريتد خد معاك في حساباتك الابليفت انما لو ما اخدتش في حساباتك هنا اهو كاوزان ساتوريتد وخدتها سبميرجت شيل من تحت الابليفت يعني ما انت خلاص هي الكتله اللي هنا انت مزود الكتله بوزن الميه بس لسه في ابليفت من الميه لازم هتاخده معاك في الاعتبار يقلل لك وزن الميه اللي فوق. لا انت عايز تحسب سبميرجت عايز تاخد وزن الميه مش عايز تاخد في اعتبارك انا اسف وزن الميه خلاص يبقى مش هيبقى فيه ابليفت بس هتلاقي الدنيا كلكعت معاك وهتلاقيها رخمه فاهمني. فانت انا بقول لك افضل حل خد في اعتبارك الساتوريتد افكت خد الوزن بجاما ساتوريتد ونثبتها وخد في حساباتك الابليفت كده كده وجود الابليفت هيقلل لك من ضغط الميه اللي فوق شويه. كنت غيابك بنش كام؟ 30 خلاص فكروني. طيب معلش بقى سؤال، هو احنا ليه في الايرث بريشر ما كناش بنبص على الابليفت وكنا بندخل في الايرث بريشر؟ لا ازاي قول تاني؟ في الايرث بريشر ليه ما كناش بقى بنحل بالابليفت ومدخلين المويه فوق؟ لا خلي بالك قلت لك في الايرث بريشر ادي الحيطه اهي كنت قلت لك حلين قلت ليكي حلين يا اما تبدل اوزان ساتوريتد وساعتها يبقى خلاص انا اخدت الايفكت بتاع المايه هنا ارسمي ضغط المايه عمودي على الحيطه الجديده يا اما قلت لي خد الاوزان سبميرجت خد الوزن هنا سبميرجت بس هيبقى ضغط المايه انت ما خدتيش الايفكت بتاع المايه هنا لسه يبقى ضغط المايه ساعتها عمودي على الحيطه فهتلاقي ضغط المايه هنا هو اكبر في اعتبار لو حللت ده يكون تو كومبوننت كومبوننت افقيه وكومبوننت راسيه هتلاقي الراسيه هو هو جاما ووتر في الاريا دي. لو انت جيتي حسبت دي حسبت المثلث ده بالظبط الفورس هتبقى عامله كده حللتيها تو فورسز فورس راسيه وفورس افقيه
الأفقية هتلاقيها هي دي بالظبط. الرأسية هتلاقيها هي الجاما ووتر في الاريا. جربيها في البيت طلعت بالظبط. بس بتلاقيها في الحسابات او اكوردنج للايرث بريشر ثيوري نفسها، لو كانت الميه هنا في لخبطه، في حاجه في الاستابيليتي بولينجوم بيبقى ذات نفسه فيه مشاكل. فبنريح نفسنا خلاص، بنثبت ان الميه هناخدها التوتال افكت هنا وننسب عمود على الحيطه، ده افضل حل. تمام. طيب هنثبتها خلاص، هناخد الوزن جاما ساتوريتد وضغط الميه ناخده افق عرض. حلو، دي كل الفورسز اقدر احسبها. بعد كده اتفقنا ان احنا نعمل تشيك على الاوفر وول ستابيليتي. اول تشيك كان السلايدنج. السلايدنج بيبقى عباره عن ايه؟ تشيك اوف سلايدنج، بحسب الفاكتور اوف سيفتي، كل ريزيستنس فورس على الاكتنج فورس. فين الريزيستنس فورس هنا؟ ها؟ كل الاوزان الراسيه بالموجب والسالب اللي هي دبليو 1 زائد دبليو 2 زائد دبليو 3، صح؟ هتبقى ريزيستنس فورس دبليو 1 زائد دبليو 2 زائد دبليو 3 في ايه؟ السلايدنج يا شباب. بدل السلايدنج ازاي؟ باجي عند سطح الاحتكاك اللي هو ده، بشوف الفورس اللي عايزه تعمل سلايدنج والفورس اللي هتعمل لي فريكشن. كل دول قوه رأسيه، دبليو 1 ودبليو 2 ودبليو 3 قوه رأسيه. عشان اخليهم قوه افقيه تسبب لي فريكشن هضربهم في ايه؟ تان الدلتا. وبعد اذنك حتى انت بتحل اكتب الدلتا وبص على المساله، هل هو مديك دلتا ولا لا؟ لو مش مديك زي المساله بتاعتنا خلاص، هي بتبين الفاي 2 على 3 الفاي اللي هي 33. تمام؟ هي المساله دي كويس؟ على الاكتنج فورس، ايه هي الاكتنج فورس؟ اي واحد. تمام؟ يطلع الفاكتور اوف سيفتي ب 1.81 اكبر من 1.5 فخلاص سيف. بعد كده هخش على الاوفر تيرننج، وقلنا حسبه الاوفر تيرننج دي مهمه. انها بتدفعني في الاستريسز. فين الفورسز؟ قلنا الفاكتور اوف سيفتي في الاوفر تيرننج بحسب الام ستابلايزنج على الام اوفر تيرننج. فين الاستابلايزنج مومنت؟ ايه الحاجات اللي هتديني استابيليتي؟ الحاجات اللي هتديني استابيليتي كل الفيرتيكال فورس اللي هي دبليو 1 في كام؟ 4.6 زائد دبليو 2 في كام؟ 3.35 زائد دبليو 3 2.35. كل ده هقسمه على الفورسز اللي عايز تعمل اوفر تيرنينج، اللي هي ما عنديش في المساله دي غير فورس واحده هي الاي ال 2.67. تمام؟ فيطلع الفاكتور اوف سيفتي 3.7 اكبر من 1.5 فتبقى سيف. بعد كده هعمل تشيك على الستريسز، قلنا شكل الاجهادات تحت الحيطه بتبقى عامله ازاي؟ يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ طب والاف ماكسيموم هتبقى فين؟ عند التو. ده اللي لازم يطلع معاك يا شباب، لازم الكونديشن دي تطلع معاك كده كويس. طيب قلنا عشان خاطر احدد الموضوع ده محتاج ثلاث حاجات احسبهم، اف دي، ام اوفر تيرنينج، وام ستابلايزنج. وقلنا بيبقى في لعب لو انا عندي لايف لود فوق، وانا راجع تاني على موضوع اللايف لود ده كمان شويه. تمام. طيب ايه هو ليه ما فيش اكسبريشن كده بس اهو؟ لا ما هو هنا اهو جاي من حته حاطط لك التربه هنا. حتى لو كان حاطط لك التربه هنا قلنا ان احنا بنعمل نيجلكت للباسيف وبقلل الفاكتور اوف سيفتي. يعني المفروض الفاكتور اوف سيفتي يبقى باثنين، بس الكود المصري بيقول لك لو عملت نيجلكت للباسيف ما حسبتوش ما خدتوش في الاعتبار، خلي الفاكتور اوف سيفتي ب 1.5. ده ممكن تبقى لك برضه الحته دي في الوقت. طيب الاف في دلوقتي احنا ما عندناش لايف لود، فخلاص هبتدي اشوف الاف فيرتيكال اللي هي عند نقطه التو دي. ايه هي الاف فيرتيكال يا شباب؟ فين الفيرتيكال فورسز؟ ها؟ قلنا يا شباب في حسبه الاوفر تيرنينج مومنت والاستابلايزنج مومنت، فاحنا قيمه دبليو 1 في 1.6 معناها ان انا مسكت الدبليو 1 حطيتها عند نقطه التو وصاحبتها بمومنت. معنى دبليو 2 في دلال العزم بتاعها معناها ان نسيت دبليو 2 حطيتها هنا وحطيت معاها عزم.
طيب القيمه دي معناها ان انا قلت ان الاف فيرتيكال بتاعتي عباره عن دبليو 1 زائد دبليو 2 زائد دبليو 3 وهي دي اللي هتديني ستابلايزنج فهي دي القيمه بتاعت الاستابلايزنج مومنت. طب فين الاوفر تيرنينج؟ هي دي القيمه بتاعتها. تلاحظ ان دي واحده من الاثنين اللي فوق يعني الاف فيرتيكال هي الفيرتيكال فورسز بتاعت الاوفر تيرنينج مومنت. الام ستابلايزنج هو المومنت اللي مصاحب للفيرتيكال فورسز بالموجب والسالب اللي هو ده. الام اوفر تيرنينج هي الفورس الافقيه اللي انت استخدمتها في السلايدنج اللي انت استخدمتها في السلايدنج في دراع العزم بتاعها. فدي معناها المومنت ده جه نتيجه ايه؟ ان الاي دي اتنقلت هنا معناها عملت فريكشن هنا وجابت معاها عزم. كويس؟ طب الثلاثه دول قلنا ان دي عباره عن ايه؟ معناها ان انا كده وصلت لنقطه التو اهي قاعده بالمنظر ده بعدها 4.7 اللي هي البي 4.7 وصلت للنقطه دي اف فيرتيكال معاها ام اوفر تيرنينج وام ستابلايزنج. اتفقنا ان انا لو طرحت الام اس تي ناقص الام او تي يديني قيمه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ قلنا لازم تطلع لك قيمه بوزيتيف. ام او طرح الاثنين هتطلع لك 109 لازم تطلع بوزيتيف تمام؟ عشان لو ما طلعتش بوزيتيف معناها ان الاوفر تيرنينج ان سيف اصلا خلاص هتبقى اكيد في البيرنج ان سيف تمام؟ طيب ساعتها اقدر اشيل الاثنين دول وعوض عنهم بمومنت سميناها ام او بروتيشن كلوك وايز بالمنظر ده. اتفقنا اقدر اشيل الاف في والام او وعوض عنهم بايه؟ باف في بس بتنتقل باكسنتريستي اسمها سي ناحية اليمين ومنها يتبقى هي دي قيمة الاي بتاعتي اللي هي هتطلع معايا في المسألة بتساوي 3 6 7 بتشيك ان هي في جوه الكور بتاع الحيطة فيطلع عندي اف ماكسيموم واف مينيموم ب 17.1 و6.25 هتشيك ان 17.1 دي اقل من ال 20 طن على متر مربع اللي هو مديها اللاو بالبيرنج في الحيطة بتاعتي 20 او 25 مثل لو البيرنج ب 25 طن فهي سيف. الخطوه دي بقى مهمه عشان اخش في الحاجه الجديده اللي انا هشرحها النهارده وهي اللي تشيك على الاستراكشر. قبل ما اخش يا شباب واعمل ديزاين انا قلنا ان دي حيطه مسلحه صح ولا ايه؟ عايز احط الريفورسمنت عايز اعرف شكل التسليح الرئيسي بتاعي عامل ازاي عشان اعرف الكريتيكال مومنت هسلحه ازاي. اول حاجه الجزء الاستيم انا همسك جزء جزء فيهم واشوف الكريتيكال مومنت هيكون فين واصمم عليه. انا هسلح معنى تسليح معناه ان في عزم عايز اصمم عليه. ركز معايا ركز معايا دلوقتي هرسم شكل الديفورميشن باللون الاخضر. متوقعين الاستيم الكريتيكال مومنت بتاعه هيكون فين؟ وش عند الوش هنا الهيل ده الهيل الكريتيكال مومنت هيكون فين؟ ستيل هنا والتو هنا فدي الكونكشن اللي هيكون فيها الكريتيكال مومنت في الثلاثه بار. طيب تعال نرسم بقى شكل الديفورميشن. الستيم متوقع الديفورميشن بتاعه يبقى عامل ازاي؟ كان سيفر طيب بيهرب من الحمل بالمنظر ده عشان كده تكون لي هنا اكتب تمام؟ هيحصل له ديفورميشن كده. الهيل هيحصل له ديفورميشن ازاي؟ يعني الاستيم دلوقتي خلاص الشروخ هتحصل هنا كده فانا متوقع ان الكريتيكال مومنت عامل كده. وليكن اسميه ام اي. الهيل هيعمل كده بالظبط. طالما ده طلع كده يا شباب لازم الهيل هيكون عايز يطلع لفوق بس بسبب وجود الكتله اللي مدياله اتزانه هتلاقيه ابتدى كانه بيتقطب كده هتلاقيه بالمنظر ده بالظبط عامله باللون الاحمر اهو طلع فوق وترجع التربه اللي فوقيه تنزله
يعني متوقعين الشروخ هتبقى عامله ازاي هنا؟ فوق ولا تحت؟ فوق. يعني انا متوقع ان الكريتيكال مومنت هيكون عامل كده. ام دبل ار. التنشن سايد بتاعه فوق. طب التو الكريتيكال سيكشن هيبقى لور رينفورسمنت ولا ابر؟ هتلاقيه لور. لان شكل الديفورميشن هتلاقي دي بص هتيجي ازاي؟ هتيجي كده وتعمل كده. هتلاقي شكل الديفورميشن هي هيعمله لك باللون الازرق اهو. ده شكل الديفورميشن هنا. فالشروخ هنا هتحصل لك لور وده يبقى كريتيكال مومنت. في ناس بتقبض غلطه شنيعه قوي دي الكونكشن دي اهي. في ناس تقول لك خلاص ده كريتيكال مومنت ام اي الجزء الستيم، ده كريتيكال مومنت ام دبل اي الجزء الهيل، وده كريتيكال مومنت للتو ام تريبل اي. في ناس تعمل لك ايه؟ تقول لك والله انا هحسب الاثنين دول بس الستيم والهيل وتبقى ام تريبل اي عباره عن ايه؟ فرق الاثنين ام اي ناقص ام دبل اي. يعني لازم تقول لك ان ده زائد ده يساوي ده. الكلام ده مش صح. ليه؟ دي سبب اولي ان الفاكتور سيتي مش واحد، يعني دي تبقى بواحد امتى؟ لما يبقى عندي ليميت اكوليبريا، ان خلاص كل الفورسز انا هيحصل انهيار ومش هتلاقيهم برضو بيساووا بعض. يساووا بعض امتى؟ خلي بالك يا شباب ان في رد فعل هنا. كنا بيبقى كبير هنا وصغير هنا. عند السي جي هنا تلاقيهم هيساووا بعض، عند السنت عند النقطه دي، يعني المومنت ما تحسبوش هنا لا احسبه هنا، والمومنت ده ما تحسبوش عند الوش لا احسبه عند النقطه دي، والتو ما تحسبوش هنا لا احسبه عند النقطه دي، عند النقطه اللي في السي جي دي ساعتها هتلاقي عند الليمت ايكوليبريم عند نقطة الاتزان، عند لما يبقى كل الفورسز فعلا متزنة كل الفاكتور اوف سيفتي ده بواحد، هتلاقي التلاتة عايز بيساووا بعض بالظبط. تمام؟ فأنت لما تيجي تحسب احنا هنعمل التلات سكاشن، ما تقوليش إن ده هيساوي ده ناقص ده، غلط. لازم تحسب السكاشن ده لوحده وده لوحده وده لوحده. لأن حتى عند الليمت ايكوليبريم مش هتلاقيهم بيساووا بعض، لأن لسه في شوية فورسز هنا صغيرة وفي شويه فورسز هنا، لان في ضغط هيبقى موجود هنا بتاع الحيطه، هتلاقي في فورسز لسه هتزود لك العزوم شويه عشان يبقوا متزنين عند النقطه دي عند السي جي بتاع البريزم. تمام؟ عشان كده يا شباب لما هنيجي نعمل ديزاين هتمسك كل جزء لوحده، وهنبتدي الاول جزء وهو جزء الستيم، بعمل حيطه بايده بقطع السكشن هنا وابتدي ادرس المومنت اللي على الستيم من فوق. هيكون عندي هوريزونتال ايرث بريشر ووزن، صح؟ الاي دي هل هي بتساوي الاي اللي هناك؟ اللي انا حسبتها في الاول؟ ها؟ لا لان انا الاي دي انا حاسبها على طول ده كله من اول هنا لحد فوق، هنا لا هيبقى ايه مختلفه شويه. سميتها اي ار. تمام؟ وهيبقى عندي دبليو واحد هو هو الوزن اللي انا كنت حاسبه. طيب بحيث الاي اي هتضرب في دراع العزم بتاعها تديك مومنت. والوزن ده هيجي في السي جي. انا اتفقت معاك ان الميرين فورسمنت في الاستيم هيبقى هنا، الهيل هيبقى هنا، والتو تحت، صح؟ فانا دلوقتي السكشن اللي انا هدرسه هيبقى اكسنتريك سكشن عليه ام وان، بحيث ان عليه نورمال فورس هنا كده اسمها ان، وهي اللي جايه من الوزن دبليو 1 اللي احنا طلعناه 14 بوينت 4 طن لكل متر. وعزم بيروتيشن ازاي؟ كده. هيبقى قيمته هي الاي اي في دراع العزم بتاعها اللي هتطلع ب 28 بوينت 8 طن متر. ده اكسنتريك سيكشن. نعمل فيه ايه؟ شغالين وركينج ديزاين ميثود. خلي بالك نعمل ايه في الاكسنتريك سيكشن؟ كنت بتعمل ايه في الخرسانه ده؟ لا ما كنتش بتعمل دراكشن ديجرام بالظبط. كنت المفروض في الاول
هفهمك كده الحدوته في الاول انت عملت ايه في الخرسانه عشان بس تبقى فاهم ايه اللي حصل معاك انت من اول لما دخلت خرسانه. انت اول لما خدت خرسانه اتعلمت ازاي تمسك قطاع تصمم عليه قطاع عليه بس مومنت اللي هي البي. عرفت تصمم مومنت كويس وخلاص وبقيت زي الفل فيه. عرفت شويه بقيت تمسك قطاع عليه ام وبي مومنت وفيرتيكال فورس سواء تنشن او كومبريشن. انا اسف عرفت في بعد كده تتعلم تصمم قطاع عمود عليه كومبريشن فورس بس. دي كانت سهله. بعد كده دخلت في اخر جزء لما المومنت والبي دول يجوا مع بعض. انت شاطر تصمم قطاع عليه مومنت بس او عليه بي بس. لما الاثنين يجوا مع بعض وكنت بتتحايل يعني انت تحايل بتشوف اقدر احول القطاع ده يبقى عليه مومنت بس ولا لا ولا اخد وابقى عليه بي بس ولا لا. فكنت بتعمل ايه؟ بتمسك القطاع الاول كده وتقول والله انا هشوف القطاع ده كان اسمه سمول اكسنتريك ولا بيج اكسنتريك. فلو كنت قسمت الام على البي وهي دي اول حاجه هتحسبها حاجه اسمها الاي للسكشن اي هيساوي الام على الان. وعاده بيبقى في مسائلنا كلها بيج اكسنتريك معناها انك بتلاقي فيه اكسنتريستي ان الان بقت هنا دي اي. فكنت بتتحايل على الوضع ده وتقول خلاص انا اصمم القطاع ده وكأن عليه مومنت بس. وكنت بتنقل الان دي فين؟ ها؟ لا كنت بتنقلها عند المين رينفورسمنت. يقول ان المين رينفورسمنت بتاعي هنا فانا هشيل ال دي ويبقى عندي حاجه اسمها ام اس هنا ونورمال فورس عند السيل هنا. وساعتها تقوم رايح داخل القطاع ده تصمم عليه بالسي 1 جي تصمم عادي جدا على المومنت. وبتلاقي في قانون السي 1 جي عند الاريا السي حتى بيقول لك ايه؟ ام على الاف ييلد 1.15 في الجي في الدي زائد او ناقص الفورس على الاف ييلد 1.15. ايه النورمال فورس دي جت منين؟ وليه زائد وليه ناقص؟ بالظبط. لو هي تنشن هتبقى زائد هزود لك الرينفورسمنت ولو هي كومبريشن تبقى ناقص هتقلل لك الرينفورسمنت. دي الفكره ان انت بقيت تتحايل على القطاع بتحاول تصممه ترجع لمبادئك الاولانيه اللي انت يصممه نورمال فورس بس يصممه مومنت بس. وكانت تاني حاله بتاعتك لو هو قطاع عامل كده اهو وعليه ان وام بس جيت الام دي كان سمول اكسنتريك يعني شلتهم وطلعت لك الان هنا كنت بتعمل ايه؟ حاول الام بتحول الام بس الام لفورسز او كنت بتقول ان النورمال فورس دي هوزعها على الاثنين اريا سيل دي كانك كاميرا سيمبل بي اهي وده سي جي وبقت النورمال فورس هنا فتبتدي تنقل النورمال فورس الاريا سيل اللي هنا والاريا سيل اللي هنا فتشيل دي وتحط شويه اريا سيل تحط شويه من النورمال فورس هنا وشويه هنا وتاخد النورمال فورس دي على الاف اي بتاع الخرسانه حد الاف سي. مش لو كانت ان ضغط بس مش بسرعه لكنها عمود مش بسرعه المعدل بتاع 2 3 5 6 انا اسف لو هي كانت تنشن يعني ناس كانت تنشن. بقول لك الفكره انت بقيت بترجع تحاول تصمم القطاع عليه نورمال فورس بس تاخد الفورس على السترينث الداخلي تحدد الاريا سي. فاهمين ازاي؟ احنا عاده السيشن بتاعنا بيطلع بيج اكسنتر يعني بيطلع ان الاي كبيره. هعمل ايه بقى؟ هبتدي اصممه احدد الاي اللي عباره عن ام على ان. بعد ما احدد الاي هحدد حاجه اسمها اي اس. ايه هي الاي اس؟ اللي هي الاكسنتريستي عن الاريا ستيل او المين اريا ستيل هي كانت دي. يعني ده لما اشيل هما الاثنين هيبقى لي ان هنا وهي دي الاي. فين الاي اس؟ من هنا لحد الاريا ستيل اللي انا احطها هنا اهو دي دي اس اللي هي هتساوي الاي زائد الدي على الاثنين ناقص الكفر. بعظم العزم بعلي العزم ويبقى في نورمال فورس المفروض هتقلل الاريا سيل بس هنشوف الوركينج ديزاين ميثود بتعمل ايه. تمام؟ فهيطلع لك الاي اس دي معاك في الاخر انت بس عشان تعمل تشيك ب 2.35 ويبقى عندي ام اس هتساوي 2.35 في كام؟ في النورمال فورس اللي هي 14.4 اللي هتطلع معايا 33.84 طن متر.
لكل 100 رن. تعمل ايه بعد كده؟ تقول ان الدبس انت معاك الدبس وبعد اذنك تكتب كده انا هتلاقي اصلا جزء الستيم انا عارف السيكنس ب 80 سنتي والدبس ب 75 سنتي. 5 سنتي كفر. هيطلع الدبس اللي هو ب 75 سنتي هيساوي كي 1 هي اللي انا هكون عايز احددها وهتشيك عليها بالمينيمم فاليو بتاعتها في جذر المومنت اللي انا محدده من هنا اهو. انا اسف اللي خليه من هنا هو 33.84 في 10 اس 5 على الويتس اللي هو 100 سنتي. وحدد الكي 1. الكي 1 المينيمم فاليو بتاعتها احنا كنا بنعمل ديزاين في الفودي كنا بناخدها ب 0.4 بس المينيمم فاليو بتاعت الكي 1 0.35. فانا هحسب الكي 1 هتطلع ب 0.41 اكبر من 0.35 فخلاص سيف. كده معناها ايه؟ ان الدبس اللي انت اخترته للحيطه دي سيف تقدر تشتغل بيه وتحدد له رينفورسمنت. لما هاجي احسب الرينفورسمنت الاريا ستيل انت متوقع ايه؟ في ترم هيكون في المومنت هو اللي هيجيب لي تسليح وفي ترم تاني لايه؟ للنورمال فورس. هنهمل الترم بتاع النورمال فورس ده وابقى مور كونسرفاتيف واعتبر ان الاريا ستيل دي زياده. يعني المفروض النورمال فورس دي كومبريشن هتقلل الاريا ستيل. لا انا مش هقلله. فاصمم عادي على المومنت الكبير ده اللي هو 33.84 هضربه في 10 اس 5 على 1800 في الدبس اللي هو ب 75. طبعا لو الدبس ان سيف بتكتب ان سيف وما تحسبش اريا ستيل اصلا. بس كمل حساباتك عادي. تمام ده في الامتحان. لا ما تفرجش. يعني ما كملش بس ارجع اكمل حساباتك. كمل بقى في الهيل والتو. اه يعني ما تحسبش اريا ستيل هنا. ما تحسبش اريا ستيل خلاص ما هو الدبس ان سيف. يعني الوركينج بيقول لك لا مش هينفع ما تستخدمليش اصلا كي. ما تحطليش الكي ب 1800 اصلا. كي 2 ما هي كي 1 هي دي ودي كي 2 1800 دي هي كي 2 والاثنين مرتبطين ببعض. المفروض حتى الكي الجديده دي بخش جدول الوركينج واطلع لها الكي بتاعتها. اه بس هي مش هنلف اللفه دي يعني. تمام؟ طيب هيطلع معاك الاريا ستيل ب 7.22 لكل متر. بعد كده امسك جزء الهي اللي هو عباره عن ايه؟ برضه كان ديفر كده. تمام؟ ركز بقى معايا. فين الستريننج اكشن على الجزء ده؟ ها؟ فين المومنت؟ المومنت جاي نتيجة ايه؟ كويس. في ضغط كده؟ في الاي دي بس مش عارف دي فوق بقى. الاي دي المفروض في ايرث بريشر هنا. قيمة صغيرة قوي ما تسيبهاش وما تضيعش وقتك فيها. فانا المومنت القطاع ده هيبقى بيور فليكشر سيكشن هتصممه على مومنت بس. طيب المومنت هيجي لك ازاي؟ انا عارف ان المومنت التنشن سايد بتاعه عامل ازاي وده اللي لازم يطلع معايا في الامتحان. والحسابات بتاعتك هتأكد لك ان هو ده الصح. تمام؟ لازم هيطلع العزل عامل كده. لازم. فتعالى نشوف كده اهو ازاي هنحسبه ده؟ العزل هنحسبه ازاي؟ أول حاجة أنا عندي فورسز عاملة كده. عبارة عن إيه الفورسز دي؟ وزن التربة اللي هو هيبقى الـ H اللي هنا اللي هي 7.2 هضربها في 1.6 صح؟ صح ولا إيه؟ 7.2 زائد 1.6 في 1.6 7.2 اللي هو الارتفاع ده في الجاما ستريس. ما تتعلم على ستريس. ولو كان في مية احسب الجاما ساتوريت وحشوف ساعتها هنعمل ايه. هل دي بس الاوزان الرأسية؟ ايه لو في واحدة واحدة الاوزان الرأسية اللي هي بتأكت. لو في سيرتشارت هنزود؟ لو في سيرتشار زي ما هشرحه في اخر سيكشن هنزود. مفيش ابليفت اصلا مفيش ميه هنا لسه. وزن ايه؟ وزن العنب. وزن ده بالظبط اللي هو هيبقى السيكنس ده اوعى تنساه 0.8 في 2.5 وزن الخرسانه دي. تمام؟ كل دي الفيرتيكال فورس اللي عايزه تعمل العزم ده متاكد ان هو كده. بعد كده في رد فعل اوعى تنساه ان هو ده اللي هيقللهم شويه. قلنا هيبقى صغير من هنا وكبير من هنا. ان هو هي الاف مينيمم اللي انا حسبتها 6.25
طب الاف اللي هنا اقل من 19 بالظبط. هبتدي احسبها بتشابه مثلثات اهي. هبتدي احسبها بتشابه مثلثات عند السكشن ده اللي هتلاقيها طلعت معاك بتساوي 12.48 تمام. الاثنين دول هيساووا الجمع بتاع الاثنين دول هيساوي ال W 13.52 قلنا على المتر المربع. اعمل ايه بقى؟ احسب تحسب العزم ازاي؟ في مستطيل ايه؟ هتمسك بقى المستطيل ده لوحده بالطول بتاعه وتقول ده انت عارف ان هو 7.2 ولا كام؟ 2.7 تمام؟ يبقى الاستريس ده في الطول هيجيب لك فورس في النص، في نص دراع العزم ده حددت العزم ده ناقص تقسم ده مستطيل ومثلث. بس الحل الافضل وخدها مني ده الافضل، ارسم نفس الرسمه دي تاني جنبها كده او تحتها على حسب الورقه بتاعتك يعني اهي، واطرح احسب النت ستريسز هتبقى عامله ازاي. النت ستريسز فوق بس بالظبط، هو ده اللي انا متوقعه. هتقول 13.52 ناقص 6.25 فهتبقى ضغط عامل كده لفوق، بعد كده 13.52 ناقص 12 فهتبقى نازل كده تمام. وده اللي انا متوقعه، ادي الفورسز كلها من فوق فانا متوقع ان العزم هيكون عامل كده. ممكن تيجي لك دي، ممكن يا شباب زي ما حصل السنه اللي فاتت نفس الضغطات الاول دي، بدل ما كانت 12 كانت طلعت تقريبا قول مثلا ما طلعت ب 15، يبقى شكل الفورسز عامل ازاي. هنا دي تقسمها مستطيل ومثلث اسرع ما كنت تقسم ان هو مستطيل وفي مستطيل تاني ان هو مثلث، دي اسرع وهتبقى اسرع كمان لو في ابديت زي ما هشرحها دلوقتي. طلعتهم كده ضغط كده تمام، هنلاقي ده مثلا سي جي وجي قلب كده مفيش مشكله. احسب هيبقى مثلث هنا ليه فورس كده في دراع العزم بتاعه ناقص مثلث صغير هنا في دراع العزم بتاعه، ولازم يطلع لك العزم عامل كده عادي ما فيهاش مشكله، ممكن تطلع كده عادي. وليه بقول لك دي اسهل؟ لو كان في ميه هنا، لو كان في ميه ايه اللي هيحصل؟ هحسب الاوزان بجوما ساتوريتد وهيبقى عندي ابليفت ووتر بريشر، هتلاقيه كبير من هنا وصغير من الناحيه الثانيه. تمام؟ كبير من هنا وصغير هنا، تقدر تحسب القيمه الصغيره اللي هنا برضو التشابه المثلثات زي ده بالظبط. لما تيجي بقى هنا اهو كنت هتقسم ايه؟ مستطيل مستطيل ومثلث مستطيل ومثلث حدوته. فالاحسن لا احسب النت، هتقول ده ناقص ده ناقص ده وده ناقص ده ناقص ده تمام؟ ولازم في الاخر برضه العزم يطلع لك كده. هتبقى رسمه واحده وليكن كده او زي دي. برضه لازم العزم في الاخر يبقى تنشن سايد فوق. كويس؟ المهم نكمل المساله بتاعتنا. قلنا ده هيبقى بيور فليكشر سيكشن، هتلاقي ان المومنت طلع معاك بيساوي الهيد ب 18.93 طن متر لكل متر رن. اقدر اقول ان الدبس اللي احنا قلنا ان الدي بتساوي 70 هو انا اسف 80، وهيبقى الدي بيساوي 75. الدبس اللي بيساوي 75 بتحكي فيه يا ابني انت اهو، هيساوي الكي 1 في جذر المومنت 18.93 في 10 اس 5 على 100. اقدر اطلع الكي 1 هتلاقيها طلعت بتساوي 0.54 اكبر من 0.35 فخلاص. ومنها اقدر اروح احسب الاريا ستيل هتساوي المومنت اللي 18.93 في 10 اس 5 على 1800 في الدبس، هيطلع معاك 8.16
اخش في اخر جزء وهو جزء الهيل. لازم قصدي جزء التو هيبقى عباره عن ايه؟ جزء التو ده نفس الكلام نفس الهيل بالظبط، بس هتلاقي العزم اللي فيه بيبقى قليل قوي وعاده بيبقى المينيمم اللي بيتسلح يعني. تمام، هيبقى فيه وزن هنا اهو عباره عن 0.8 في 2.5 زائد وزن التربه لو كان فيه تربه هنا في المساله دي. تقريبا مفيش تربه، مش حاطط حاجه في البسل، هيبقى بس هما دول بس. لو فيه تربه برضه هتاخدها معاك في الاعتبار، وهيبقى فيه رد فعل هنا، يبقى هنا قيمه الاف ماكسيموم اللي انت محددها 17 بوينت كام؟ 1. وقيمة اقل هنا، القيمة دي بكام؟ ب اف داش اللي حسبتها هناك؟ لا لا، خلي بالك ان انت دي حاسبها هنا، لا دي انت هتحسبها عند وش الحتة التانية هنا. لا فرق صغير. تمام؟ تحسبها، اللي هي طلعت معاك 14.32. تمام؟ ومعاك وزن متوقع. بقول لك انا برضو اطرح الاثنين من بعض واحسب النت. متوقع النت هنا هيبقى عامل ازاي؟ ضغط من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من تحت لفوق. انا قلت لك ان الكريتيكال مومنت لازم يبقى عامل كده، فلازم تلاقي ان شكل الاستريسز عامل كده. دي النت اللي هي هتساوي ده ناقص ده وده ناقص ده. تمام؟ هيطلع معاك العزم هيساوي 10.2 طن متر بكل متر رن، وهتسلحه ب 5.12. تمام؟ تخش بعد كده في الاخر على الريفورسمنت على التسليح. امسح هنا. هترسم سيكشن واحد بس اليفيشن للحيطه تو سكيل. تمام؟ وتبتدي التسليح بقى. المين هو اللي باللون الازرق ده يا شباب؟ خلي بالك التسليح هنا الستيم قلنا المين رينفورسمنت بتاعه هيبقى حلو. همشيه كده. بحيث ان ده هاجي اكتب عليه اللي كنت طلعه ان هو اللي هو كان كام هنا؟ تسليح الايه طلع كام؟ ان هو ده 8.16 لكل متر رن. بعد كده في تسليح الهيل هنا. بص بقى تسليح الهيل هيعمل ايه؟ تسليح الهيل الستيم انا اسف هيطلع هينزل كده وهخش اسلح بيه التو كده اهو. لو الريفورسمنت مغطي التو خلاص مش هحط حاجه في التو. كويس؟ ده اللي انا طلعته 22 ولا كام؟ 8.22؟ 7 ماشي 7.22 مغطي اكيد التول اللي هم طلعوا 5.12. تمام؟ ده خلاص كده سلحت المين ريمبورسمنت. هبتدي اسلح السكند، اكيد هيبقى فيه تسليح هنا. انا اسف. التسليح هنا ده هيجي كده ولازم يجي يطلع فوق هنا. بحيث ان الكونكشن دي تبقى كرفطه وكل المومنت اللي فيها يضغط لي البلوك اللي هنا ده. هطلع الريفورسمنت بالمنظر ده كده وهيبقى ده 5.12. هيجي هنا ويطلع لفوق. بعد كده في سكند ريفورسمنت. هنسلحه ازاي سكند ريفورسمنت ده بقى؟ 5.12 مفيش 10 طب هسلحه ازاي؟ هنا سهل. هقولك الاحمر اهو. وهنا. هنا بقى. تسلح ازاي؟ بالظبط. عشان طريقة التنفيذ يا شباب، يا اما تسلح كلهم ناحية اليمين يا اما كله ناحية الشمال. فهنسلحه كده. وهنا نسلحه من الناحية التانية دي كده.
كلهم بره كلهم الناحيه دي تمام برضه هيبقوا 5 في 12. اخر حاجه عايز اتكلم عليها هو الكيس اوف لودنج لللايف لود. كنا شرحنا بدايه فيها السيكشن اللي فات, تعال نكمل بقى حالات اللايف لود كلها تمام. عندنا نوعين من اللايف لود يا شباب, يا اما لايف لود بتقيم كمل كده من اول الحيطه للاخر, يا اما لايف لود بيكون لوكيتد في حته واحده من الحيطه تبقى كده مثلا ولكن خط قطر ولا حاجه. دول اكتر حالتين. في حاله ثالثه ان هو بيجي كونسنتريتد لود. طيب اللايف لود يا اما هي وده اللي عاده اللي بيجي بيكون مكتوب كيو لايف لود مكتوبه تحتها كده ولايف لود. لو كانت لك كيو من غير لايف لود معناها ان ده حمل موجود طول العمر, حمل مبنى حمل اي حاجه, فتاخده معاك في كل الحسابات بيقلل بيزود في كل حاجه. انما لو جالك كيو لايف لود كده او جالك الحمل منقط, جالك زي المساله اللي فاتت الشيت جالك منقط كده, الحالتين دول معناها بيقول لك ان الحمل ده لايف يا بيكون موجود يا بيكون لا تمام. طيب اول حاله دي اتكلمنا عليها سيشن اللي فاتت, لو الحمل كده اتفقنا في السلايدنج والاوفر تيرنينج الكريتيكال كيس ان انا احط الحمل من اول الحيطه الجديده. واتفقت معاك انت وبتحسب ليه الايرث بريشر بعد اذنك افصل, خلي مثلث ايرث بريشر لوحده وضغط هنا اهو كيو لوحده, يا هتاخد ده يا لا تمام. دي الكريتيكال في السلايدنج. الكريتيكال في الاستريسز قلنا عندي تو كونديشن, يا اما احط الحمل من اول الحيطه الجديده يا اما احط الحمل من الحيطه القديمه واحسب الاثنين واعمل تشيك على الاثنين كويس. ولو بعمل تشيك على سيكشن معين كويس قلنا المفروض برضو تعمل الاثنين دول, بس لا خلاص الدكتور قال لي يعملوا تشيك للحاله دي, يعني عايز اعمل تشيك على السيكشن ده مثلا خلاص حط الحمل من اول هنا, حط الحمل عادي بتاعك بكامل الحمل, ضيف معاه قيمه الكيو لان هزود لك هوريزونتال ستريس وكمان فيرتيكال فورس على السيكشن ده. طيب لو بعمل سيك على سيكشن معين, لو الحاله الثانيه ان اللايف لود يبقى لوكيتد زي خط قطر, يا القطر ده موجود يا لا, في السلايدنج والاوفر تيرنينج هنعتبره مش موجود لان ده ستابلايزنج فورس, فورس هتبقى ان هو مدياني اتزان للحيطه تمام. في الاستريسز تاخده ولا لا؟ لا في الاستريسز تاخده في اعتبارك ولا ما تاخدوش؟ اخده عشان دي كريتيكال. ها لو انت تعمل ستريس على البيرنج تاخد في حساباتك قيمه وزن القطر ده وهو موجود ولا ما تاخدوش معاك في الحسابات؟ المفروض ناخده. ايوه انا اعمله لان هو هيزود الوزن اللي ظهر تحته بالظبط زي ما انت عملت هنا. كان في كيس هي الكونديشن الكريتيكال ايه؟ ان انت تحطه معاك في الحسابات صح؟ انت لو ما خدتش ده في اعتبارك انت كده خسرت. هنا هو لما انا حطيته هنا وكملته كان في ليه كومبوننت هتزود الحمل غير المومنت, لما حطيته هنا اهو انا كده بزود العزم بس. انما انت لو ما حطيتوش, لو ما حطيتوش ما انت فيه لو حطيته فيه حمل زياده هيتضاف, فهي دي الكريتيكال تمام. زي السنه اللي فاتت بقى جت لهم الحاله دي حملين, ده كان اباطمنت بتاع كوبري وقال له الديد لوب بتاع الكوبري في قيمه وفي لايف لود نتيجه وجود العربيات الماكسيمم كونديشن بتاعته قيمه كونسنتريتد لود فوق الحيطه كده. نعمل ايه؟ الديد لود ده داخل معايا في كل الحسابات ما فيهاش مشكله, سلايدنج اوفر تيرنينج ستريسز تشيك على سيكشن اي حاجه. اللايف لود بقى تاخدوا ستريسز بس. اللايف لود في الاوفر تيرنينج او في السلايدنج والاوفر تيرنينج مش هتاخده, تيجي بقى في الاستريسز خده معاك في الاعتبار. يعني انا اشوف هو هيزودني بالظبط بالظبط اي حاله بس بالظبط انت تشوف هو الفاكتور سيفتي هيزيد ولا هيقل بوجود بس تمام. اخر حاجه بس عايز اتكلم فيها اخر مساله في الشيت يا شباب,
اخر مساله في الشيت بيقول لك ان انت اولا حاطط لك الحمل بالمنظر ده، حاطط لك حمل كده ونكمل لما لا نهايه. اقدر اشتغل برانكين ولا لا؟ ها ايه ده كيو ده دي الدوت ده حلم هو كاتب لك كيو كده هو بس فده دي الدوت ينفع استخدم رانكين ولا لا؟ ها المشكله ليها علاقه بالمين بس بالظبط انت عايز تقدر تشتغل رانكين هنا اصلا ممكن الناس تقول لك هي مش بادئه من اول حيطه ما ينفعش تعمل برانك لا عادي انت الحيطه بتاعتك الجديده هتبقى من هنا فده حمل هيكون ليه كيو وهيكون ليه اكس بريشر وتحسبه في كل الحسابات بتاعتك عادي جدا لان ده الدود مش لايف لود فاهمين ولا لا ده دخله معاك من اول حزب اي واحد اي واحد هنا هتساوي كيو في الكي اكتف انما لو كانت الكيو لايف لود كنت بقول لك الافضل افصلها تمام طيب حلو وبعد كده بيقول لك انت بتعمل تشيك على الاستريسز طبعا هتلاقي ان الاستريسز عندك شكلها غريب شويه يعني هي صح ان احنا لو عملنا حاجه زي كده بصراحه يعني بس انا عايز اشيك مع الدكتور في الموضوع ده المفروض الاستريسز هنا يا شباب قلنا ان في وزن من فوق الوزن من فوق ده هتحسبه ازاي وزن التربه دي في الجامعه بتاعتها بس في كيو فوق احنا بصراحه على انا اعرف يعني كنا بنفترض ان الحمل ده بيتوزع كده فاعتبر ان الحمل ده يونيفورم بكامل قيمته لو كان مديها لك باتنين هنا ودي هتجمعها على الجامعه في الاتش غير طبعا السيكنس بتاع الار سي في الجامعه بتاعت الار سي بس ده المودل انتر حتى معمول كده بس في ناس بتقول لك لا الاستريس ده هيبقى لوكيتد هنا بس طب ارد عليكم فيها السكشن الجاي ناخدها الاستريس ده يبقى عامل كده اهو لوحده غير بقى وزن التربه تاني هنا ولا لا هتشيك عليها واقول لكم السكشن الجاي ما ينفعش نوزع الاستريس على الكور الجديد هي المفروض ده اللي يحصل يعني قلت ان الاستريس هيقل شويه بس انا عايز اتاكد دكتور لو جات لكم ولو لكم حاجه زي كده نقسمها ولا نسويها بكامل الحمل اللي فوق تحت تمام كونسرفاتيف ابروتش مش اكتر هتشيك عليه فيها تمام بعد كده بيقول لك ان دي سي 5 سويل وجايب لك ميه هنا وبيقول لك ان الفاي بترينج من 28 ل 30 على حسب الووتر كونتنت والسي بترينج من 1 ل 2 طن على متر مربع على حسب الرينج على حسب وجود الميه ولا لا نعمل ايه نعمل ايه؟ سي ولا هي كريتيكال؟ سي ولا هي كريتيكال؟ والفاي؟ الفاي المفروض ان هي لما بتبقى حلوه بالايرس بريشر بيقل. ها؟ طيب بص ده اللي احنا هنعمله الاصح المفروض متوقع ان الفاي بتزيد ولا بتقل بوجود الميه؟ الفاي الفريكشن ما بين رمل وجود الميه متوقع الفاي تزيد ولا تقل؟ تقل فالمفروض ان انا المساله دي اقول الفاي اباف الجراوند ووتر تيبل هتبقى ب 30 وبيلو الجراوند ووتر تيبل ب 28 بعد كده السي متوقع ان هي تزيد ولا تقل بوجود الميه؟ الكوهيجن يعني من غير ميه تبقى موجوده؟ تقل ايه؟ من غير ميه تبقى موجوده؟ اه بيبقى في كوهيجن تزيد بيزيد اتفقنا يا شباب ان الميه هي المحفز الاساسي للالكتريك ساين ما بين حبيبات الفلي فوجود الميه بيزود السي وعدم وجودها بيقللها انما بيكون في سي فمعناها ان هو بيقول لك التربه اللي فوق المفروض الفاي بتاعتها تاخدها ب 30 والسي ب 1 والتربه اللي تحت تاخد الفاي ب 28 والسي ب 2 ده قصده بس احنا هنشتغل على الكريتيكال كونديشن هناخد اقل سي واقل فاي واثبتها للتربتين هاخد اقل سي واقل فاي واثبتها اباف وبلو كانها كريتيكال ابروتش اخطر حاجه وهي اللي اصمم عليها حتى لو جيتك الفاينل كده بس انا قصدي تكون فاهم السؤال عباره عن ايه بحيث ان لو حاجه طلعت ان سيف حتى انت بتعمل ديزاين بره دي طلعت ان سيف تبتدي بقى قسم التربتين خلي تربه قويه فوق وتربه ضعيفه تحت وتشيك تاني ممكن تطلع سيف ساعتها فاهمني بس لو جات لنا في الامتحان هنختار الكريتيكال واخد اقل سي واقل فاي واصمم عليهم هما الاثنين تمام طيب في كم واحد هياخد كويز